تصاعد الأحداث في الحدود الجنوبية اللبنانية يبلغنا بضرورة الذهاب إلى أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت للوقوف على آخر المستجدات. أحمد، المواجهات تتجدد، جيش الاحتلال يقصف، وكذلك مجلس النواب اللبناني يؤكد تمسكه ببقاء القوات الدولية يونيفيل. كل هذا المشهد كيف يمكن أن تجمله وما هي التطورات؟ نعم، تحياتي لك في البداية. فيما يتعلق بالوضع الميداني فهناك قصف متبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الإسلامية في الجنوب، المقاومة التي استهدفت سكن زرعيد بعدد من الأسلحة مما أدى إلى إصابة تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وسقط فيهم عدد من المصابين. أيضا هناك قصف إسرائيلي مكثف لعدد من البلدات في القطاعين الأوسط والشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية. أما على المستوى السياسي والدبلوماسي فهناك إجماع من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن المخرج للأزمة في الجنوب هو التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة في مقابل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية بمعاونة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في منطقة الجنوب وإخلاء الجنوب بالكامل من أي جماعات أو أي فصائل مسلحة في هذه المنطقة، وذلك شرط انسحاب إسرائيل ووقف الانتهاكات. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا، وأيضا وقف كافة الاستفزازات التي تقوم بها في الجنوب اللبناني، سواء الاستفزازات على أرض الواقع أو الاستفزازات والتهديدات الكلامية التي تصدر عن مسؤولين وقيادات في الكيان الإسرائيلي أو في دولة الاحتلال الإسرائيلي. الدولة اللبنانية رصدت أكثر من 30,000 خرق لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 منذ إصداره، وحتى الآن هذه الخروقات نفذتها إسرائيل عبر طائراتها وسفنها أيضا الحربية وأيضا الجنود ومحاولات الاحتكاكات في الحدود اللبنانية الجنوبية على مدار السنوات الماضية. ولكن رئيس مجلس النواب يرى أيضا أن الوقت ربما هو الأنسب والأكثر إلحاحا في مسألة تطبيق القرار 1701 لإعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل. طيب، يعني أحمد، لو تحدثنا الآن عن هذه الدعوة، ماذا تمثل للشارع اللبناني، للمراقب اللبناني؟ رئيس مجلس النواب نعلم يعني الجهوية التي يمثلها، وبالتالي الحديث عن الموازنة بين رئيس مجلس النواب وهو مؤيد لحزب الله وحزب الله وكذلك الجيش اللبناني، هنالك رغبة من حزب الله بالمواجهة للنصرة كما يقول أو لرد الاعتداء وما إلى ذلك وفق تصريحاته، وهنالك رغبة من لبنان بعدم أو كف هذه الحرب أن تنشب أو الالتزام بقواعد الاشتباك. نعم، رئيس مجلس النواب اللبناني تحدث بلسان غالبية الشعب اللبناني الذي يرفض أن تخوض الدولة اللبنانية حرب مباشرة ومفتوحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أيضا بما في ذلك حزب الله اللبناني أيضا لا يريد أن يخوض حرب مع إسرائيل، كما أن إسرائيل لا تريد خوض حرب مع حزب الله، ولكن الأمور تأتي في إطار القصف والقصف المتبادل في منتظر أو مسعى لإعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة بأكملها، لأن حزب الله لا يفصل بين ما يحدث في الجنوب اللبناني وبين ما يحدث في قطاع غزة، بدليل حينما بدأت الهدنة وصارت الهدنة في قطاع غزة كان الجنوب اللبناني أيضا في هدنة تامة على مدار الأيام التي عاد فيها الهدوء لقطاع غزة في فترة الهدنة. فبالتالي الوضع في الجنوب اللبناني مرتبط بأمرين، مرتبط الأمر الأول هو التصعيد ووقف العدوان المستمر على قطاع غزة، الأمر الثاني هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتطبيق الكامل للقرار 1701، وهناك توافق شبه توافق كامل بين كافة مكونات المجتمع اللبناني سواء المجتمع الشعبي أو المجتمع السياسي على أن المخرج والوحيد للأزمة الراهنة في الجنوب اللبناني هو التطبيق الكامل للقرار 1701. فرغم هذه العمليات في الجنوب اللبناني لكن يبقى الأمل في التطبيق الكامل لهذا القرار.
نعم محمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا لهذه التفاصيل ووضعنا في حيثيات الواقع اللبناني الإسرائيلي على الحدود الجنوبية من لبنان، شكرا لك.